بيكو يسافر وانتي بالشكل ده؟ يا ماما حرام عليكي، هو يعني كان يعرف ان انا هولد النهارده؟ خلاص نكلمه ونقوله ونجيبه على ملاوشه. ازاي يا ماما؟ قلت لك سافر يعزف عم واحد صاحبه، لازم يبقى جنبه. مش عارفه انتي بتصدقي ازاي ده؟ انا بثق في يحيى ثقه عمياء يا ماما، ده عمره ما بص لاي واحده وهو معايا. انا الراجل ده قلبي مش مستريح له. ازاي يا حبيبتي؟ مش قادر. لو سمحت لو سمحت، معانا حاله ولاده. طب اتفضلي هنا. هنا اتفضل. ايه على فكره دي مرات الدكتور يحيى جابر زميلكم هنا في المستشفى. طبعا معانا. اهلا وسهلا. اتفضلي ثانيه واحده. طب بسرعه بسرعه. اتفضلي اتفضلي بسرعه لو سمحت يا شمس. دي مدام الدكتور يحيى، بسرعه باين عليها تولد. صحيح. طب ديها واحده بسرعه. هو المعلم فتوح ده مش هيبطل يكلمني تليفونات؟ ازاي تقوله بصراحة؟ مين المعلم فتوح ده يا حبيبي؟ ده اللي انا حاجز عنده شقة جديدة اللي هنجوز فيها انا وانت يا روح قلبي. طب ما ترد عليه. اقول له ايه؟ ما معيش فلوس دلوقتي. طب خلاص انا هتصرف. ردي عليه. هظبط والله هكلمه. ما تقلقش والله هشطر. ما ينفعش تكلمني، ده شغل المعلمين. الو؟ ايوه معلم فتوح. مراتك هنا. ايه؟ لا مش هينفع طبعا. لا مش هينفع يا معلم فتوح. هو ايه مش هينفع؟ مش هينفع. ايه في ايه بس؟ فهمت. ماشي 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 ان شاء الله. شكرا. لا ده عايز فلوس. لو وصل لحد هنا هعمل فضيحه. حبيبي مسكين. مايا مين؟ مراتك مايا. مش عارف مراتك؟ اه طبعا مايا مراتي. امال هيكون مين؟ بقول لك ايه، اوعى تقولي لي اني موجود هنا. بقولك مراتك في حالة ولادة. طب بقولك ايه، ينفع توديها اوضتها وتعالي لي؟ عايزك. ماشي باي. الو مجدي انت فين؟ انا في المكتب. بقولك ايه يا مجدي، ينفع تقابلني في الاستقبال؟ عايزك ضروري. باي. بقولك ايه، لو سألتك عليا قولي لها انا في اجازه. تمام. وانت هتكلمي الاداره علشان تدوكي رقم تليفوني وتكلميني. ماشي. ليه انت كنت قايل انك مسافر؟ لا والله يا حبيبتي، انا بصراحه كنت عايز اقضي الاجازه معاكي هنا. انت عارفه انت وحشاني. ما تقلقش، انت عارف ان انا روحي رياضيه قوي. والله العظيم بموت فيكي. ايه؟ بقول لك ايه؟ مراتي جاي تولد هنا، لو شافتك تقول لها لسه راجع من العزاء، علشان المدير كلمنا قال لازم نرجع ضروري. وانا جاي في السكه لسه، تمام؟ شفت بقى يا صديقي؟ شفت ان الكذب ملوش رجلين؟ اتعلم مني بقى. اوفر، شوف الموضوع ده بعدين. اوفر؟ انا اللي اوفر؟ اتفضلي يا مدام، اتفضلي استريح. اتفضلي. استريح. شمس شمس. ايه في ايه؟ هاتي كرسي بسرعه. ايه هو مفيش غير النهارده ولا ايه؟ بالراحه. حلو يا غزال مش كده؟ على فكره يا دكتور انا ما بحبش الاسلوب ده لو سمحت. طب قلبك ابيض. طيب شوف لي اوضه بسرعه. مفيش ولا اوضه فاضيه يا دكتور. الله. طب والحاله دي هنعمل فيها ايه؟ الاوضه بتاعك مدام يحيى فيها سرير فاضي. طب وديها هناك. تحت امرك يا فندم. كويس المسكن نفع معاكي شوية. شوية. ادخل. أيوة. معلش أنا آسفة بس ممكن مدام نورة تقعد معاكوا لأن مفيش سراير فاضية خالص. لا تتفضل اتفضل. أه طبعا اتفضل. مش عارفة أقول لكم إيه. اتفضل. بجد متشكرة أوي. أنا مهلك أنا مهلك. لا خشي ارتاحي ارتاحي. بالراحة على ميلك. بقول لحضرتك ايه، معلش ممكن تجيبي لي موبايلي من الشنطه اكلم جوزي اقول له ان انا بولد؟ انا ممكن اعمل كده. هو فين؟ هتلاقيه في الجيب، هتلاقيه متسجل باسم حبيبي. اصل احنا عايشين في اسكندريه
هو جوزي بيشتغل هنا في القاهرة وأنا جاية له يعني الأنيفرسري بتاعنا النهاردة، وقلت أجي أعملها له مفاجأة. لحظة واحدة هندهلك الدكتور. أعمل إيه؟ يعني كان لازم تنزل النهاردة؟ ما كانت تستنى شوية؟ إيه الحظ ده؟ ألو؟ 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 تقريبا كده يعني في حاجة عنده في التليفون. لا هو بس تلاقيه في العمليات ولا حاجة. عمليات؟ اصل هو دكتور. والله انا كمان جوزي دكتور. ايه ده بجد؟ دكتور ايه؟ دكتور نسا. ايه ده على كده بقى هو اللي هيولدك؟ لا للأسف هو مش موجود هنا، هو في اسكندرية بيعزي يعني في عم واحد صاحبه. انا جيت القاهرة ادور على اسم المستشفى اللي هو بيشتغل فيها، محدش عارفها خالص، تقريبا لفيت القاهرة كلها واتصلت بيه وهو ما ردش عليا، بس اكيد هيرجع يكلمني لما يشوف رقمي ان شاء الله. معلش احنا والله بنتعب قوي معاهم يا مدام نورة. لا والله ده يويو لما بيرجع البيت بيبقى تعبان قوي ومش قادر يفتح عيني. يويو؟ يويو ده مين؟ ده جوزي، اصلي بدلعه. انا كمان لما بدلع جوزي بقول له يا حوحو. حوحو ويويو. طب انا هروح اشرب فنجان قهوه لان انا اتنقطت واتفقعت مرارتي. يويو وحوحو خليني منفعوك عشان كده سايبينكم بالشكل ده. خلاص يا ماما. انت عارفه ان انا مامتي زي مامتك بالظبط برضو، اول ما تشوف جوزي كده يركبها 100 عفريت وما تبقاش طايقه خالص، دايما حاسه كده ان هو عامل عامله لدرجة ان انا بفكر يعني ان انا اسيب اسكندرية واجي اقعد معاه هنا في القاهرة. بيني وبينك عايزة ابعد المشاكل شوية. صدقني ان انا بفكر بنفس الطريقة برضو. كتير قوي كنت بقول لجوزي ان احنا نروح نعيش في اسكندرية بس هو ما كانش بيرضى، يعني كان بيقولي ما ينفعش نسيب ماما لوحدها عشان ممكن تزعل يعني. ايه ده؟ انا جوزي برضو بيقولي نفس الكلمة بالظبط. الظاهر بقى ان الرجالة كلها بتفكر زي بعض. غالبا. لا بس يعني موجوعة شوية. انتي حامل في ولد ولا بنت؟ لا انا حامل في توينز. بجد؟ انا كمان في توينز. بجد؟ يا رب. مدموزيل لو سمحتي ممكن اعرف الكافيتيريا فين؟ اخر الطرقه. عايز اشرب فنجان قهوه، انا دماغي خلاص هتفرقع. حضرتك ممكن ترجعي اوضتك وتطلبي رقم 10 وهجيلك القهوه الحته. لا 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 انا مش عايزه اروح الاوضه، انا عايزه اشم هوا. ميرسي يا مدموزيل. اتفضلي. مراتك حلوه قوي على فكره. انا عارف. نعم بس مش احلى منك يا شم موسى. قولي لي عملتي اللي قلت لك عليه؟ لا شويه كده. بقول لك ايه؟ تعالى اوضه الممرضات. ايه ده؟ مالتي؟ انت مش المفروض عند عمك في العزاء في اسكندريه؟ ايوه بس المستشفى كانت عاوزانا فالمدير كلمني وانا جيت على طول، ويحيى جاي ورايا جاي ورايا. عشان كده بقى يحيى تليفونه ما بيتجمعش، مش عارفين نتكلم خالص. ما انا بقول لحضرتك اهو، هو المدير كلمنا وانا جيت وهو جاي ورايا على طول. ممكن اول ما يحيى يجي تبعته لنا على طول؟ من عينيا طبعا. البقاء لله. حياتك الباقيه يا فندم. لا قول لي بقى حكايه اسكندريه والعزا ده. عزا ايه؟ ما حدش جاب سيره عزا خالص. كده برضه يا مجدي، وانا اللي قلت عليك ان انت هتقول لي كل حاجه ومش هتخبي عني حاجه؟ لا ما انا كده هقول. طب هقول لك بس ما تقوليش لحد. انت عارف ان انا فتنه؟ الصراحه لسه ما اختبرتكيش. طب قول.
اصل يحيى قايل لمراته اللي هو هيسافر، بس هو مش هيسافر. والله اه والله، اصل يحيى كان عايز يقضي يوم كده بعيد عن دوشه الجواز والنكد والهم والكلام اللي انت فاهمه ده. وبعدين ولا قبلين، اصل انت ما تعرفيش يحيى ده كداب وميه من تحت تيب وبتاع نسوان كمان. معقوله؟ اه معقوله. انت ما تعرفيش؟ لا خالص، انا بحسب عنده اجازه النهارده. طيب يا ريت اول ما تعرفي بس كلمني. مش قادرة أتحرك. ولا يهمك ولا يهمك، الناس لبعضها. إن ربنا بيحبني ويوقفني دايما ولاد الحلال. طب ما تحاولي كده يعني تكلمي جوزك تاني يمكن يرد عليكي. لا 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 لا، ما بحبش حد يكلمه كتير وخصوصا وهو في المستشفى، بس دايما بيقول لي يعني إن المستشفى دي وقت المريض وهو بيحب شغله قوي. سبحان الله. انت اكنك بتتكلمي عن جوزي بالظبط. مش هتخرج من هنا الا لما تقولي بقى ايه الحكايه بالظبط. ايه يا شموسة؟ هو انا عمري في حياتي خبيت عنك حاجه؟ بقول لك ايه، انا فعلا الدنيا ابتدت تلعب في عبي، وعقلي كده بيقول لي انك نصاب كبير. عيب، انا الدكتور يحيى مثال للصدق. بقى انت قلت لمراتك انك هتبات في اسكندريه عشان تبات هنا معايا؟ ايوه دي حقيقه. امال ليه دكتور مجدي قال لي كده؟ طب والله دكتور مجدي هقولي كده. فاكر ان هو كداب وبيشتغلني. انت تقصد ايه؟ انا كنت فاكرك بتحبيني واني كنت عايش معاكي اجمل قصه حب، انت طلعت خاينه. انا خاينه؟ يعني انت مش عملتي جو مع مجدي؟ ما غمستي له وانت خارجه؟ غمست له وجو مع مجدي؟ ليه اتجننت؟ ده بيتكسف من قميصه. وبس من قميصه؟ ده هو قال انك بتتصلي بيه وبتكلميه وبتجري وراه وفي الرايحه والجايه بتغمزي له. اه مش بس كده، ده انا افتكرت ان هو بيشتغلني او بيضحك عليا، ده طلع بجد. ده انت قريتي اهو، انت قلت الحقيقه اهو. تاني حاجه انت بتكلميه ليه؟ بصفته ايه؟ عايزه منه ايه؟ وبعدين تصدقي هو وتكدبيني انا؟ انا 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 كنت حاسس والله، كنت حاسس انت خاينه. هنا وانا قلب عليكي المستشفى، انت كنت فين؟ يا حبيبه قلبي وحشتيني. يا حبيبتي في حاجه؟ اعمل حسابك احنا هنتجوز النهارده. زي ما سمعت، انت مش قلت لي انك بتحبني وانك مستعد تتجوزني تحت اي ظرف وفي اي وقت؟ خلاص يبقى هنتجوز النهارده. بس انت عارفه مراتي بتولد ومش هينفع دلوقتي. عشان كده هنتجوز، انت قلت لما تولد هنتجوز، هي بقى تولد من هنا واحنا نتجوز من هنا، عشان كده هروح اجيب المأذون. بس اقول لك على حاجه، يعني ينفع الواحد يتجوز في المستشفى؟ ده فال وحش. يحيى احنا لو ما اتجوزناش النهارده انا هدخل عند مراتك واقول لها كل حاجه، انت حر. طب ايه دي بس كده؟ ايه ساعه واحده بس تولد وهنظبط الدنيا كلها. ماشي بعد اذنك. قلبي مش مطمن لك، في حاجه غلط. اتفضل. مساء الخير على هوادي. مساء النور. ازيك يا دكتور مجدي؟ الحمد لله. بقى لله يا دكتور. حياتك الباقيه. من فضلك يا مدام نورا اتفضلي معانا. ليه؟ انا هولد ولا ايه؟ لا بس لقينا لك اوضه. لا بس انا مرتاحه هنا. مش هينفع حضرتك، علشان لو في واحده اتألمت التانيه ما تشوفهاش. لا انا مش هحس بالموضوع، علشان حالتك النفسيه مش اكتر. لا انا على فكره عادي، مش متضايقه خالص، خليها قاعده معايا. يا فندم دي تعليمات الاداره، ما ينفعش. لا يا دكتور خليها قاعده معايا، انا مش عايزه اقعد لوحدي. اتفضلي معانا يا فندم، من فضلك من فضلك. اتفضلي حضرتك. من فضلك. منورانا يا فندم والله. على مهلك على مهلك على مهلك. ثانية واحدة ثانية واحدة،
ايوه ممكن بس تديني رقمك عشان اعرف اوصل لك؟ النتورك هنا وحش جدا، هعمل مكالمه بره وارجع لك على طول. ما تبعديش بس يا ماما. حاضر. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، أول ما دخلت المستشفى قالوا لي الحمد لله أنا كويس يا حبيبي، متقلقش. معقولة؟ مش تكلميني على التليفون يعني؟ ما رضيتش أقلقك، المهم إن أنا كويسة دلوقتي الحمد لله ومبسوطة قوي إن أنت هتبقى جنبي. آه مش مهم بقى أي حاجة تانية، أنا كده هولد وأنا مطمنة يا حبيبتي. بحبك قوي يا ماما. وأنا كمان يا حبيبي، المهم إنك ما تبعدش عني وتفضل جنبي لحد ما أولد. وأنا أقدر. طب بقول لك إيه، أنا رايح الإدارة بس أقول لهم إن أنا هنا. ماشي يا حبيبتي؟ ماشي بس ما تتأخرش عليا. وأنا أقدر. باي باي. ما تتأخرش يا يحيى. يا نورة، نورة حبيبي. حبيبتي انت حامل؟ ايه اللي جابك هنا؟ انا قلت يعني مش معقول الانيفرسري بتاعنا يجي ما اكونش جنبك، وكمان اجيب لك الهدية اللي انت نفسك فيها. الساعة اللي بحبها. ليه بس بتتعبي نفسك يا بيبي؟ ليه؟ ايه ده؟ انت بتعيط يا يحيى؟ اصلك يا حبيبتي مش عارفة بتعملي ايه بمشاعري. بتتعبيها والله. أنا ما بحبش أشوف دموعك، ولو إن دموعك دي بتخليني أحبك أكتر. حبيبتي بقول لك إيه؟ بصراحة المستشفى دي مش عاجباني، ما تيجي نلاقي مستشفى تانية. ليه؟ دي مستشفى كويسة قوي، وبعدين أنا اتعرفت على واحدة ظريفة جدا قاعدة في الأوضة اللي جنبينا، تيجي أعرفك عليها. اقعدي يا حبيبتي، أنت تعبانة، اقعدي اقعدي. إلا صحيح يا يحيى، هو أنت عرفت منين إن أنا قاعدة في المستشفى هنا؟ إيه؟ حد كلمني قال لي إنك هنا. آه دي أكيد مايا. دي ظريفة قوي، عارف دي حامل في توينز زيي. قايل ومتجوزة كمان دكتور. قايل بس هو بيشتغل في المستشفى هنا. قايل أنا عايزة بقى بعد ما أولد نعزمهم. اه طبعا يا حبيبتي نعزمهم. ما نعزمهمش ليه؟ أنت عارف إن أنا ممكن أولد على الفجر؟ بجد؟ اه يا رب تقوم بالسلامة يا حبيبتي. يا رب. هو أنت هتولدني يا حبيبي؟ إزاي؟ أنا ما بشتغلش هنا يا حبيبتي، بس أنا ممكن أبقى جنبك ما تقلقيش. انت عارف ان انا بفكر كده اصور الولاده بس كده؟ ده ممكن اعمل لك اللي انت عايزاه يا حبيبتي. حبيبي ربنا يخليك ليا. طيب انا بقى هنزل اشوف اجراءات المستشفى. طيب خلاص انا برضو هطلع اتمشى شويه، واحتمال لما ترجع تلاقيني قاعده عند ميه في اوضتها تبقى تعدي عليا. لا 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 اقعدي يا حبيبتي، انت رهانه دي تعبانه ما ينفعش عشان البيبي، لازم تقعدي. تعالي 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 اقعدي. اه طب استنى اقلع الجزمه. تعالي اقلع حاجه حبيبي. روحي تعالي يا حبيبي. طيب اتحركي. خلاص روحي انت وانا هفضل هنا قاعده مستنياك. ما تاخرش عليا. ها يا حبيبي. خايفه قوي يا دكتور. لا بصي بقى مش عايزاكي تخافي، خلاص اتفقنا بقى، انت اول ما تشوفي البيبي خلاص تنسي كل ده ان شاء الله باذن الله. تعالى يا إيه؟ تعالى. الدكتورة كاملة هنا؟ منورة والله. نورة دكتورة كاملة بتشكر فيك جدا، ما كنتش أعرف إن أنت ليك شعبية كبيرة قوي كده في المستشفى. طبعا هو في أخلاق دكتور يحيى؟ هايل والله. الدكتورة كاملة بتقول إن أنا إن شاء الله هولد على الفجر يعني. هايل. أنت عارفة يا دكتورة؟ أنا مبسوطة قوي إن ربنا مديني حد زي يحيى. كتابته وحنيته وخوفه عليا. حتى بيخاف على زعلي. وكمان حنين عليا قوي. تعرفي احلامي كلها بتتحقق وانا جنبه.
انت عارفه يا دكتور كمان احنا متفقين ان احنا نسافر تايلاند بعد الولاد. تايلاند يبقى قابليني، مش كل سنه بقول لك هيسفرك وما بيعملهاش. في ايه يا ماما؟ يعني يسيب شغله ويقعد جنبي؟ ينفع يعني يا دكتور يسيب المرضى بتوعه ويقعد جنبي؟ لا طبعا ينفع الكلام ده. على فكره دكتور يحيى حد محترم جدا، ها ما يسيبش واجباته. ربنا يخليك ليا يا دكتور. ولا المرضى بتوعه. الحمد لله. حد محترم جدا. الحمد لله. ها الحمد لله جدا. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. يا رب. بعد اذنك بس شوف الشغل. بس شوف بس ما تاخرش عليا. عايزاك جنبي يا يحيى. ماما مش طايقاك، مش طايقها، عايزه تتطلق، بتعاملني معامله الزبالين. دي زومبي؟ دي زومبي؟ والله العظيم انت فاهمه غلط، هي بس علشان حالتها بتتخيل حاجات. انت لسه هتكذب؟ ما تلم نفسك بقى. يكذب في ايه يا دكتوره؟ اقول لها؟ تقولي ايه؟ قولي كلمي. هي دكتوره بس كنت بقولها على موضوع الاجازات، ان انا خدت اجازه من الاجازات بتاعتي وهي اتضايقت لما اكتشفت انه اجازاتي خلصت، فتلاقيها زعلت بقى علشان انت ما اديتهاش اجازات. والله انا حره وانا بس اللي احدد العمل بيمشي ازاي. وبعدين يا دكتوره بتهيألي مش من تخصصك خالص انك انت تتدخلي في الامور الاداريه. براحه على نفسك يا حاجه. قصدي يا دكتوره انت ما تعرفيش هو عمل ايه. الأستاذ كان مفهمني إنه بيحبني وهيموت نفسه عشان يتجوزني. مراته في الأوضة اللي جنبينا دولت كمان ساعة. كان مفهمني إنه هي عايزة تتطلق بتعامله معاملة الزبالين الكذاب، ويقول لي بس استنى بس لما تولد عشان الأولاد يجوا الدنيا وأبوهم وأمهم مطلقين. تشوفيهم تقولي عصافير كناريا الكذاب. كناريا؟ بقى كده؟ يعني أنت كنت بتكذب عليا؟ الو يا معلم فتوح انت هنا؟ ماشي وانا زي الهبله مصدقاه وبسمع كلام. ماشي استنى عليا يا كذاب يا حقير. ماشي يا يحيى ان معلمتك الادب والله اللي خليك عبره لكل الرجاله. شمس يعني عايز منك حاجه يا حبيبي. لو سمحت لما تتكلم معايا تبقى تعمل حدود في الكلام، اللي بيني وبينك شغل وبس. اوكي؟ ممكن افهم اللي بيحصل؟ صحيح هتتجوز هبه؟ كدابه، هي اللي بتجري ورايا. لا يا راجل. ده انت مدورها في المستشفى غراميات بقى. يا كداب يا واطي يا حقير. يحيى الحق الميه بتولد. الحقني يا يحيى الحقني. انا شكلي بولد يا حبيبي مش عارفه. ما يقدرش ينام الليل من غيرك صح؟ ايوه وكان بيقول لي ان الليله كلها هتبقى سودا لو انا مش جاي.